وما زلنا مستمعينا الكرام في مستمع راديو سهر في أحلى فقرات حفلتنا اليوم في عام جديد 2015. كل سنة وكلكم طيبين، وأقول لزميلتي العزيزة لينا كل سنة وإنت طيبة. حبيبتي أسماء كل عام وإنت بخير، وكل مستمعين راديو سهر بألف خير. أكيد سهرة مميزة كتير اليوم عن جد براديو سهر، وحفلة غير شكل من غير السنوات اللي مرقت. عن جد سعيدة كتير ومبسوطة جدا جدا. كل عام وانت بخير، ويجعل هالسنة سنة الحب والسعادة عليكم جميع مستمعينا. يا رب يا رب تكون سنة جميلة وسنة كلها خير وكلها إيجابيات لكل مستمعينا ولكل الناس. ومعنا دلوقتي يا لينا فقرة كلنا مستنيينها وكل مستمعينا الكرام مستنيينها، فقرة التنبؤات مع العالم الجليل الفلكي العراقي سلمى. نرحب بيه ونقول ألو. ألو، تحياتي ومحبتي لجميع كادر سهر العزيز، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة مكللة بالصحة والنجاح والتوفيق إن شاء الله. تحياتي لك أكيد الأستاذ سلمى، أنا سعيد كتير أنا من جديد نسمع صوتك بتطل علينا براديو سهر عن جد بعام 2015، وهيدي بشارة خير إنه يعني بداية لعودتك إن شاء الله تكون بإطلالتك على راديو سهر. شكرا جزيلا، وهذا شرف إليا طبعا. يعني انت ونحب نقول لك كل سنة كل سنة وحضرتك طيب في عام جديد إن شاء الله. الله يخليك، ربي يسلمك إن شاء الله، وإن شاء الله هذه السنة تكون سعيدة يعني لجميع كادر راديو سهر ولجميع المستمعين والمستمعات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حابين نسأل حضرتك، يا ترى شايف السنة الجديدة 2015 شايفها إزاي؟ سنة 2015 حقيقة احنا نأخذ بنظر الاعتبار يعني التغيرات والمؤشرات الفلكية بشكل عام، كمقارنة بينها وبين سنة 2014 أقدر أقول 2015 أفضل من 2014 كتغيرات فلكية. يعني احنا كنا في سنة 2014 نعاني من تربيعات الكواكب، وهذه دائما تخلق نوع من النزاعات والخلافات ومشاكل بين الدول بين الحكومات والشعوب. الآن الفلك يسير نحو التثليث بالمؤشرات الفلكية، وبالتالي علامات التثليث وفق علم التنجيم بشكل عام تعتبر من ضمن الأمور الإيجابية. فال2015 هي فيها تثليثات جيدة وإيجابية، هذه تبشرنا بإنفراجة جيدة على الجوانب الاقتصادية حتى على الجوانب العسكرية. من جانب آخر سنة 2014 كانت سنة الحصان بالأبراج الصينية، والحصان معروف هو سنة العسكر وسنة التغيرات الأكثر ما تكون ميدانية. راح تستمر سنة الحصان إلى 18 من شهر شباط فبراير 2015. في تاريخ 19 من شهر شباط فبراير راح ندخل في سنة جديدة هي سنة العنزة، وسنة العنزة هي سنة أكثر هدوءاً بالجوانب العسكرية بالرغم من وجود بعض الأمور اللي طبعاً أيضاً راح أذكرها. بطبيعة الحال كل سنة فيها إيجابيات وسلبيات، لكن أنا أرى في هذه السنة إيجابيات بشكل عام فلكيا أفضل من عام 2014. اللي يميز هذه السنة أقدر أقول هي الظروف البيئية، الأمور البيئية راح تكون واضحة جدا، أقصد المناخية، إضافة طبعا إلى الأوضاع اللي لها علاقة بالفيضانات الزلازل، هذه موجودة في كل سنة لكن هذه السنة تميزها أكثر من السنة الماضية، أكثر من 2014. على من جانب آخر قد نشهد وفياء في هذه السنة، وطبعا تعرفون إنه الموت حق، يعني هذه ما حد يقدر يعترض على هذا الشيء، لكن قد نشهد وفيات كثيرة من مشاهير من سلاطين من شخصيات بارزة. ممكن أن نشهد أيضا أوبئة موجودة في هذه السنة، لكن الشيء المميز والجميل أيضا اللي ممكن أن يحقق لنا فت قفزة في عالم، أقدر أقول عالم الفضاء، عالم الاكتشاف الجديد بالأخص في الانترنت. يعني أنا أتوقع في هذا العام ممكن أن تظهر عندنا اكتشافات جديدة قد تطغي أو قد تكتسح اليوتيوب وتكتسح الفيسبوك والتويتر. ممكن أن في هذا العام الفضاء أو نكتشف الفضاء بشكل أكثر دقة. أنا أتوقع في هذا العام ممكن نشوف في شاشات التلفاز كائنات فضائية في
في كوكب معين، تلتقط ناسا أو وكالة الفضاء الأمريكية، وممكن أيضا نكتشف يعني كائنات معينة ذات أشكال مختلفة في كواكب متعددة. هذا العام هو عام اكتشاف الفضاء، أقدر أقول عام معرفة أمور جديدة خفايا كانت في السابق الإنسان ما كان مجرد أن يقرأها في الكتاب أو يعتبرها من ضمن الخرافة قد تكون، لكن هذا العام أنا أعتقد أنه راح يكون مميز بهذا الجانب. هذا طبعا عندي عندي مهمة. عندي سؤال بالنسبة لأنت قلت زلازل في بعض المناطق، هل بالمناطق العربية أو مناطق غير عربية؟ في مناطق عربية، يعني هذا العام أقدر أقول الدول العربية اللي راح تكون مميزة به أو تتسلط عليها الأضواء أكثر شيء، لبنان، العراق، طبعا إضافة إلى المنطقة فلسطين وإسرائيل، خلينا نقول هذه المنطقة راح تكون عليها أضواء كثيرة جدا. طبعا في زلازل حتى في مناطق عربية، هزات بسيطة، مش زلازل على مستوى عالي جدا، هزات أرضية بسيطة يعني. ممكن الجزائر تشهد أيضا هزة أرضية، إضافة إلى العراق، العراق طبعا يعني أنا أتوقع هذه السنة ممكن تكون عندها هزة أرضية معينة في بغداد أو بعض المحافظات. في هذا العام ممكن ايضا نشهد انتفاضه جماهيريه في دوله عربيه. والشيء المميز على الجانب السياسي والميداني في هذا العام تقلص داعش في مناطقها الحاليه وامتدادها او تمددها في مناطق اخرى. فممكن ان نشهد في هذا العام داعش في المملكه العربيه السعوديه او ممكن حتى تصل الى مصر، لكن تتقلص من المناطق الموجوده فيها بالوقت الحالي. في هذا العام الجيش المصري راح يكون له دور كبير جدا بالمنطقه. قد يعاني من بعض الازمات الحقيقه، لكن يكون له دور مميز وواضح جدا في المنطقه بشكل عام. اكتشاف علاجات لامراض مستاصله سابقا، وفي هذا العام اكتشاف علاج مميز الى مرض ايبولا، لكن انا اتوقع ايضا وجود مرض اخر راح يظهر على الساحه. شخصيات أو كثرة وفيات، خلينا نقول على مستوى مشاهير، على مستوى شخصيات تتسلط عليها الأضواء في مناطق متعددة، في طبعا في ساحتنا العربية أنا أتحدث، لأن هذا اللي يهمنا ويخصنا، ممكن تكون في مصر والسعودية ولبنان أكثر شيء. في هذا العام ممكن أن نشهد أيضا اعتداء إسرائيلي على دولة عربية. إحنا في هذا العام عندنا كسوفين للشمس وخسوفين للقمر، وكسوفين كسوفية الشمس عندنا كسوف جزئي وكلي. الكسوفات راح تكون عندنا كسوف يوم 20/3 أو 20 آذار، وكسوف آخر يوم 13 أيلول أو 13 سبتمبر، وخسوفين للقمر وكلاهما كلي. واحد راح يكون بتاريخ 4 من شهر نيسان أبريل، والثاني 28 من شهر أيلول سبتمبر. هذه الظواهر اللي لها علاقة بالكسوفات والخسوفات، بالأخص لما يكون عندنا الخسوفين كلية للقمر، إضافة إلى هذا راح يكون عندنا كوكب زحل الموجود في مجموعة القوس النارية. هذه علامات أو بداية ظهور لاعتداء إسرائيلي على دولة عربية، وهذه طبعا متكررة، يعني هذه ليست في هذه السنة، في سنوات سابقة تكررت نفس الظواهر هذه وحدث اللي حدث بين قوسين. فبالتالي هذا ممكن أن نتوقع في هذا العام. طبعا أنا أتحدث يعني بشكل خلينا نقول ده أخصص المناطق هذه، بالأخص المنطقة لبنان، العراق، إسرائيل، فلسطين، هالمناطق هذه اللي أكثر راح تكون صخب وأكثر راح تكون بها نوع من تسليط الأضواء. هذا العام أنا أتوقع، وهذا ذكرته في توقع يعني في جلسات أخرى، يعني ممكن أن يظهر شخص يدعي بأنه المهدي المنتظر أو المهدي الإمام المهدي كادعاء وليس الشخصية نفسها. فبالتالي هذا الآن في ظهور في شخصيات راح تظهر على الساحة، وفي مثل ما ذكرت تغيرات لها علاقة بالأمور الاكتشافات الجديدة. هو عام الاكتشافات، عام كل ما كنا نعتقده فشيء من المجهول من الغموض، هذا العام راح نكتشفه، راح يظهر على الساحة بشكل واضح بحيث يجعلنا أو يفتح بصيرتنا لأمور متعددة.
هذا أهم الأحداث اللي أقدر أسميها يعني اللي التضغي على عامنا الحالي إن شاء الله 2015. تمام إن شاء الله يا رب يكون عام فعلا كله إيجابيات وكله خير. ممكن تدينا فكرة الأبراج هتبقى عاملة إيه خلال العام ده؟ ياريت تدينا فكرة. نعم فضل. الأبراج بشكل عام أقدر أقول هي هذه السنة هي سنة الأسد، سنة الأسد الناري. طبعا الأسد من الأبراج النارية، وبالتالي احنا عندنا كوكب جوبيتر المشتري دخل في مجموعة الأسد بتاريخ 11. الأسد الناري بيكون تاريخه تقريبا متى؟ 21 مارس لغاية 20 ابريل. لا 22 من شهر تموز او يوليو الى 22 من شهر اب او اغسطس. يعني 22/7 الى 22/8 هذا يعتبر فترة الأسد. فمواليد برج الأسد هم من أفضل الأبراج على الإطلاق لهذا العام. طبعا يليهم بالحظوظ عندنا العذراء، راح يكون لهم حظوظ جيدة بالأخص بآخر 4 أشهر من السنة. عندنا أيضا الحوت راح تكون عنده تغيرات حلوة وإيجابية، والدلو أيضا راح تكون عنده تغيرات جيدة بالأخص بالفترات بالنصف الثاني من العام. عندنا الأبراج اللي المتوسطة أو اللي ارتفعت لكن بدرجة بسيطة. الحمل ارتفع بدرجة بسيطة عن 2014. الميزان أيضا ارتفع بدرجة بسيطة، والسرطان أيضا عنده ارتفاع إضافة إلى الجري. طبعا عندنا برجين راح تعاني من انخفاضات أو انخفضت مقارنتها بسنة 2014 اللي هما برج القوس والجوزاء. القوس بأول 6 أشهر من السنة، والجوزاء أقدر أقول بأول 7 أشهر من السنة راح يواجه أيضا متاعب أو مشادات نوعا ما. طبعا إضافة إلى الثور والعقرب في انفراجة جيدة بالنصف الأول من السنة، لكن بالنصف الثاني راح يرجع من جديد عندهم بعض المشادات أو بعض يحتاجون أن يبذلون مجهود. الحمل أنا هذه السنة سميتها بالنسبة لسنة الحصاد المضمون، لأنه راح يستفيد من تثليث جميل ما بين كوكب أورانوس في برج الحمل وجوبيتر بالأسد وزحل في برج القوس اللي الآن حاليا موجود في برج القوس. أول 3 أشهر يستفيد من عدها بشكل جيد جدا. أفضل الأوقات المناسبة بالنسبة للحمل على المستوى العاطفي راح تكون في أقدر أقول آخر 10 أيام من شهر فبراير، شباط فبراير، وعند أول 14 يوم من شهر مارس أو الشهر الثالث. شهر نوفمبر أيضا راح يكون مميز على الجانب العاطفي. إذا يسأل مولود برج الحمل على الجانب المهني، الأوقات الجيدة للدخول في عمل أو مهنة أو ما إلى ذلك راح تكون جيدة في شهر أبريل أو نيسان. طبعا شهر أغسطس آب راح يكون عنده بعض المتاعب الصحية، وعلي أن يحذر في شهر ديسمبر أو آخر شهر من السنة في الدخول بمشروع معين أو جانب كان يكون عاطفي أو ما إلى ذلك، علي الحذر أو تجنب هذه الفترة فيها كسل فلكي راح تكون. بالنسبة للثور راح يكون سميتها طبعا بالنسبة لسنة الاستنشاق الصعداء، لأنه بالسنة 2014 عانى من تواجد زحل في منزل الشراكة. هذه السنة راح يكون عنده نوع من يعني أفضل من سنة 2014 بالأخص بأول 6 أشهر. عند الفترة عاطفية جيدة ما بين منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر أبريل، وعنده فترة أيضا جيدة عاطفية بشهر ديسمبر آخر شهر من السنة. مهنيا مولود برج الثور معروف أنه شخصية مثابرة، دائما تركز على الأمور المهنية والمالية، فبالتالي عليهم أن يركزون على شهري أبريل وشهر ماي يعني الرابع والخامس من العام. الجانب الصحي عليهم أنه يلتفتون إلى صحتهم في نهاية أبريل، وعليهم أن يعني ما يدخلون في مغامرة معينة أو يحذرون أو يتجنبون فترة شهر نوفمبر راح تكون بها نوع من الكسل الفلكي بالنسبة لهم. الجوزاء أنا سميتها فترة أو سنة بذل المجهود. الجوزاء راح تكون عنده متاعب في أول 6 أشهر من السنة، لكن بال6 أشهر الثانية راح يستفيد من جانب أقدر أسميه الترابط الأسري، الترابط العائلي.
راح تكون عند هذه السنة صداقات الجوزاء، يكون عنده تغيرات بالمكان، لكن في أول 6 أشهر راح يواجه متاعب على الجانب العاطفي أكثر شيء. طبعا على الجانب العاطفي راح تكون عنده أشهر مثل أغسطس جيدة أو شهر آب، على الجانب المهني عنده شهر ماي وشهر يونيو من الأشهر الجيدة. طبعا على الجانب الصحي عليه أن يهتم بصحته بآخر أسبوعين من شهر ماي، ويتجنب فترة آخر 10 أيام من نوفمبر وأول أسبوعين من ديسمبر، هذه الفترة راح تكون شوية حرجة بالنسبة لهم. السرطان سميت هذه السنة هي سنة السنة المهنية أو التحولات المهنية، جيدة بالنسبة لهم لإقامة علاقات صداقات، دخول إلى جانب وظيفي جيد. اليوم أنا مولود برج السرطان، أو هذه العام أنا حقيقة يعني أعتبرها بالنسبة إلى سنة المكاسب المالية، فعلي أن يستثمرها بالأخص في شهري يونيو ويوليو. وعاطفيا راح يكون شهر ماي جيد بالنسبة له، وطبعا عليه أن يحذر في آخر أسبوعين من ديسمبر، ويهتم بصحته في شهر أغسطس آب. الأسد هي سنة الانتصارات، الانتصارات الرائعة وتحقيق الأماني، يستفيد من تواجد كوكب المشتري جوبيتر إلى تاريخ 11 من شهر آب أغسطس بسنة 2015، وهذه يعني بادرة أقدر أسميها أو ظاهرة جميلة جدا، بحيث أنه كوكب جوبيتر باقي إلى أكثر من 8 شهر في هذا العام في برج الأسد، فهم من أفضل الأبراج على الأطلاق. وبالرغم من وجود تراجعات بالنسبة إلى كوكب جوبيتر في الأسد، لكن هنالك كواكب أخرى أيضا تدعمه، الزهرة راح تكون موجودة في الأسد أيضا تدعمه، عطارد راح يدعمه أيضا، فبالتالي الأسد هو من أفضل الأبراج. طبعا على الجانب العاطفي راح يكون شهر يناير، شهر يونيو، يوليو، سبتمبر، ذني أربعة أشهر من السنة راح تكون جيدة ممتازة بالنسبة له. على الجانب المهني راح يكون شهر أغسطس جيد وأكتوبر جيد، وعليه أن يحذر فقط في شهر فبراير، ويهتم بصحته في آخر أسبوع من أغسطس فقط. العذراء أيضا راح يكون من الأبراج المرتفعة هذا العام، في بالأخص في آخر 4 أشهر من السنة عندما يدخل جوبيتر، ينطيهم تغيرات جيدة على الجوانب الحياتية المتعددة، لكن للأمانة قد يخفق بالجانب الاستقرار العاطفي، وهذه نصيحة من عندي للمتزوجين أو للي عندهم أقدر أسميه مخطوبين، عليهم أن يحذرون مولد برج العذراء بالأخص بالأشهر أول 4 أشهر من السنة بعدم الاندفاع. فبراير وأكتوبر راح يكونون من أفضل أشهر السنة عاطفيا. طبعا على المستوى المهني راح يكون شهر سبتمبر ونوفمبر جيدين، وعلى الجانب الصحي آخر أسبوع من يونيو عليهم أن يهتمون بصحتهم، وعليهم أنه يتجنبون المبادرة بآخر 14 يوم من شهر يناير وآخر 14 يوم من شهر مارس أيضا أو الشهر الثالث. بالنسبة للميزان راح يكون عند سميتها سنة الهدوء والأمان، لأنه سنة ما بها صخب، ما بها ضوضاء بالنسبة لمولد برج الميزان، سنة بها راحة أفضل من سنة الماضية، أقصد سنة 2014. راح جوبيتر بالأسد يدعمه، عنده علاقات، عنده سفر، هذه السنة مولود برج الميزان مميز على الجانب السفر والتنقل. أفضل أوقات له علاقة بالعاطفة آخر 14 يوم من فبراير وأول 14 يوم من شهر مارس الشهر الثالث، إضافة إلى نوفمبر أيضا جيد. على الجانب المهني راح يكون شهر أكتوبر وديسمبر من أفضل الأشهر بالنسبة له. طبعا عليه أن يحذر في أول أسبوعين من أبريل، وطبعا على الجانب الصحي آخر أسبوعين من سبتمبر قد يواجه بعض المتاعب الصحية، فعلي أن يحذر بهذه الفترة. العقرب كبرج من الأبراج الأفضل من 2014، وعند انتقاله أو قفزة أقدر أسميها، لأنه كان كوكب زحل يأثر عليه طيلة السنة ونص أو السنتين الماضية، الآن راح يرتاح بأول 6 أشهر.
يستفيد أيضا من وجود جوبيتير بالعذراء في آخر 4 أشهر من السنة. يعني العقرب راح أكثر الفترات اللي راح يتعبيها في منتصف السنة، لكن عند أول 6 أشهر جيدة، وعند آخر 4 أشهر أيضا جيدة. يستفيد من علاقاته مع الأصدقاء، عنده في هذه السنة أيضا تحولات لها علاقة بالجانب العاطفي. الجدية والمثابرة والحصاد في النهاية، فعلى مود برج العقرب أن يستفيد طبعا عنده بالجانب العاطفي آخر 2 أسبوع من مارس وأول 10 أيام من أبريل، راح تكون فترة مميزة، وآخر شهر ديسمبر أيضا شهر جيد. على الجانب المهني نوفمبر راح يكون من أفضل الأشهر، وعلى الجانب الصحي آخر 2 أسبوع من يونيو، إضافة لشهر يوليو علينا يعتني بصحته وعلينا يتجنب المبادرة في منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر. القوس اللي سميتها سنة الاختبارات الصعبة، مولد برج القوس هذه الشخصية المثابرة اللي أسميها العصامية، اللي السريع الحركة بالوصول إلى الهدف. الشخص الناري بين قوسين في أول 6 أشهر راح يبذل مجهود بسبب تواجد زحل، لكن عليه في نفس الوقت أن يستفيد في أول 3 أشهر من هذه 6 أشهر، لأنه عنده تثليث جميل راح يكون مع جوبيتير، مع جوبيتير بالأسد وأورانوس بالحمل. فبالتالي أول 3 أشهر راح تكون اختبارات صعبة ومهمة بالنسبة للقوس، يبذل مجهود بأول 3 أشهر يحصل بآخر 3 أشهر من السنة. راح يكون عند أفضل الأشهر الجيدة على الجانب العاطفي هو شهر أبريل، وعلى الجانب المهني آخر 2 أسبوع من نوفمبر وشهر ديسمبر أيضا راح يكون جيد على الجانب المهني. طبعا على الجانب الصحي آخر 2 أسبوع من مارس، وطبعا شهر ماي أيضا راح يكون جيد، عفوا علي أن يعتني بصحته. على الجانب علي أن لا يبادر أو لا يدخل في مجازفة أو مغامرة في شهر يونيو. الجدي هذه السنة هي سنة التغييرات الجيدة والتحولات وتحقيق الرغبات والأماني، هي سنة أكثر ما تكون أقدر أسميها عاطفية بالنسبة لمواد برج الجدي. طبعا الأوقات الجيدة راح تكون في شهر ماي وأول 2 أسبوع من شهر يونيو، يستفيد من عدها على الجانب العاطفي. على الجانب المهني عنده شهر يناير جيد وآخر 2 أسبوع من شهر ديسمبر. علي أن يعتني بصحته في شهر أغسطس، وعلي أن يتجنب المبادرة والمغامرة في شهر يوليو، ومعروفين موال برج الجدي بكونهم أشخاص هادئين ما يغامرون، لأنهم من الأبراج الترابية الهادئة والرصينة. الدلو هذه السنة سميتها سنة الدخول في عش الزوجية. الدلو هي من أفضل الأبراج هذا العام على الجوانب العاطفية، وأقدر أقول أنه معظم موالد برج الدلو إذا لم يكونوا متزوجين هذه السنة هي أفضل السنين أو أفضل الفرص راح يحصلوها للدخول في عش الزوجية. وللمتزوجين راح تكون من أفضل السنين لتوطيد العلاقة مع الشريك أو مع الحبيب. أفضل أوقات العاطفية راح تكون شهر يناير وشهر يونيو، إضافة إلى أول 14 يوم من شهر يوليو. بدنا نركز أستاذ سلام على الدلو شوي. على الدلو، لأنه أنت دلو. الدخول في عش الزوجية هذه السنة ما فيها يعني الجانب العاطفي مميز هذه السنة للدلو بالذات، وهو من أكثر الأبراج على الجانب العاطفي. يعني أنا ذكرت إنه الأسد هو من أفضل الأبراج، لكن الأسد يجمع ما بين العاطفة إلى المهنة إلى الجوانب الصحية إلى آخره. أما الدلو فمميز بالجانب العاطفي هذا العام. خلاص أنا أسمع فرحك النهاردة بقى يا يلين، أنت جميل سنة. سهلة معزومين. خلاص. الدلو يناير الشهر الأول. جانوري إضافة إلى شهر يونيو الشهر السادس، وأول 14 يوم من شهر يوليو، هذه فرص عاطفية رائعة جدا للدلو. الأوقات المهنية راح يكون أول 20 يوم من فبراير جانب المهني، علي أن يتجنب المبادرة والمجازفة في شهر أغسطس وسبتمبر، هذه الشهرين بها يعني يحتاج أن يحذر من عدها، ويهتم بصحته في نهاية فبراير آخر 2 أسبوع من فبراير. ويبقى الدلو من هو من أفضل الأبراج على الجانب العاطفي لهذا العام على الأطلاق. الحوت هذه السنة تغيرات إيجابية،
على الجانب المهني، على جانب السفر، على جانب حتى التحولات العاطفية. يستفيد بآخر 4 أشهر من السنة، وعليه الحذر في أول شهرين. على الجانب العاطفي راح يكون عنده فبراير جيد، وأكتوبر أيضا جيد، وأول 10 أيام من نوفمبر. على الجانب المهني يستغل أول 3 أسابيع من شهر مارس، تدعمه بشكل إيجابي وجيد. عليه أن يحذر في آخر 14 يوم من أغسطس وأول 10 أيام من نوفمبر، وأن يهتم صحته في شهر يوليو. الحوت هذه السنة من الأبراج الصاعدة، الدلو من الأبراج الصاعدة، الأسد والعذراء من الأبراج الصاعدة، الحمل، الميزان، السرطان، الجدي أقدر أسمي من الأبراج اللي ارتفعت ارتفاع نسبي يعني عن سنة 2014، لكن هي أفضل أيضا من سنة 2014. الأبراج أقدر أسميها اللي أقل من الوسط، القوس، الجوزاء، الثور، العقرب، لكن للأمانة الثور والعقرب أفضل بكثير من 2014. أما القوس والجوزاء فالبرجين الوحيدة اللي راح يكونون هذه السنة أقل، أو يعني مؤشر الطالع بالنسبة لهم انخفض بالنسبة للفرقة. إذا استغل مولود برج القوس أول 3 أشهر مثل ما وضحتها، راح يستفيد من مثلث زحل، جوبيتر، أورانوس، هذا راح يدعمه وراح ينطيه حصاد جيد في آخر 3 أشهر من السنة. برج الجوزاء أيضا بإمكانه أن يستفيد من تواجد جوبيتر بالأسد، وبالتالي أول 8 أشهر بإمكانه أن يتجاوز بعض المشادات بالأخص مع رفقاء العمل، لأنه راح يكون عنده بعض الإشكاليات مع الرفقاء. إذا قدر أن يتجاوز هذه المرحلة أنا أقدر أقول أن الجوزاء أيضا ممكن أنه يحصل على نتائج إيجابية على نهاية العام. هذا بالنسبة للأبراج البابلية. طبعا بالنسبة للأبراج الصينية، مثل ما ذكرت بعد تاريخ 19 شباط فبراير راح ندخل في سنة العنزة، وهي سنة تلتفت بشكل جيد إلى الأبراج الأكثر ما تكون أبراج الين بالأبراج الصينية، فبالتالي راح ترتفع مؤشرات الأرنب والخنزير مع العنزة. مولود برج الأرنب هو مولود برج 1987 أو 75 أو 63 أو هذول الأبراج اللي أقدر أسميها برج أو 99، هؤلاء أبراج برج الأرنب. معظمهم اللي كانوا يعانون سنة 2014 بالأخص مولود 87 أو 75، هذه السنة 2015 هي سنة القمة بالنسبة لهم. راح يرتفع الخنزير أيضا، مولود 1983، 71، 59، مولود 95، هذه السنة هي سنة القمة بالنسبة لهم. عندنا أبراج راح تعاني نوع من الانخفاض هذا العام، البقرة والدجاجة والحية. البقرة مولود 85، مولود 73، مولود 61، ومولود 97، هؤلاء ينخفض عندهم مؤشر الطالع. طبعا في أوقات أيضا رح يكون أكو ارتفاع، لكن بشكل عام أقدر أقول بالنسبة للسنة في انخفاض مقارنة بسنة 2014. الدجاجة مولود 69، مولود 81، مولود 93، هؤلاء أيضا عندهم انخفاضات، مولود 57 أيضا. الحية مولود 77، مولود 65، مولود 89، هؤلاء أيضا عندهم بشكل عام انخفاضات مقارنة بالسنة الماضية. الأبراج اللي راح تكون بها ارتفاعات وانخفاضات، عندنا الحصان والنمر يرتفعون أو ترتفع مؤشرهم في فترة الشتاء لكن ينخفض في فترة الصيف. التنين والقرد يرتفع المؤشر بالربيع وينخفض بالخريف. طبعا الفارة والكلب راح يكون عندهم ارتفاع بالخريف وانخفاض بفترة الشتاء. الأبراج الصينية ضرورية جدا ناخذها بنظر الاعتبار، لأنه احنا لما نجي نحلل البرج ونتحدث عن الحمل فما من المعقول كل مولد برج الحمل لهم نفس الحظوظ، فبالتالي أكيد مولود الحمل اللي انولد في سنة 75 تفرق حظوظه عن الحمل اللي انولد في سنة 63، وتفرق حظوظه عن الحمل اللي انولد في سنة مثلا 73. فهنا السنين أيضا تلعب دور في تغيير أو في الالتفاتات الإيجابية والسلبية بالنسبة للدورة الفلكية. فبالتالي طبعا أنا ذكرت الأبراج الصينية اعتمادا على السنين للتقريب. الأبراج الصينية قد لا تبتدي بتاريخ 1/1، ممكن تبتدي بتاريخ
19/2 مثل هذه السنة، يعني 19/2 راح يبتدأ البرج الصيني اللي هو العنزة، لكن المولود في سنة 2015 بتاريخ 10/1 مثلا أو 5/1 5 يناير، هذا ينتمي إلى مود برج الحصان. فأنا للتقريب الحقيقة حتى لا أدخل في مسألة الحسابات الدقيقة جدا ووقتنا إحنا محدد، للتقريب أنا ذكرت أنه هذه الأبراج تعتمد على السنين، لكن الحقيقة أيضا نأخذ نظر الاعتبار اليوم والشهر. هذا بالنسبة إلى الأبراج بشكل عام لهذا العام. طبعا أنا أتمنى لجميع يعني جميع الأبراج ارتفاعات، يعني حتى أتمنى إذا كان هنالك انخفاض في برج بابل يكون البرج الصيني بارتفاعات، بحيث الشخص بشكل أو بآخر يستفيد من هذا العام ويحقق نجاحات كان يطمح لها جوز بالعام الماضي ما حققها. هذا تمنياتي للجميع طبعا. تمام أستاذ سنما، لو إحنا جينا بإيجاز سألناك أبرز ثلاث أمور متوقعة لعام 2015 بشكل عام، يعني ممكن تترك أو تعمل تغيير مجرى مختلف بالكرة الأرضية بشكل عام؟ يعني هي طبعا في أمور كثيرة متعددة، لكن إذا تتحدث تسأليني عن الأحداث بشكل عام اللي ممكن أن تعمل تغييرات أو جديدة، أو خلينا نقول يعني في توقع أنه بعام 2015 تشب حرب، ما بين حرب نووية بين روسيا وأوروبا. لا ما هذا الشيء، ما عندنا لا مؤشرات فلكية تدل على هذا الشيء ولا عندنا في الدلالات على أي حال، أنا لا أعتقد بهذا الشيء. لكن الأمور البارزة في هذا العام اعتداء إسرائيلي على دولة عربية. الأمور البارزة في هذا العام جنازة مهيبة في شوارع القاهرة، جنازة عسكرية مهيبة في شوارع القاهرة. الشيء المميز هذا العام داعش في المملكة العربية السعودية. الشيء المميز شخصية يظهر على العلن ويدعي بأنه المهدي المنتظر. الشيء المميز في هذا العام وجود مرض جديد على شاكلة مرض إيبولا وقد يكون أقوى. المميز والمهم في هذا العام هو اكتشاف الفضاء واكتشاف كائنات تعيش في كواكب أخرى. هذا العام هو عامل اكتشافات وعامل فضاء وعام وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. فهذه الأمور اللي أقدر أقول يعني مميزة بشكل عام على الساحة، خليني أقول على الأقل العربية، الساحة اللي من حولنا أو اللي نهتم لها إحنا بشكل عام. تمام. ما بعرف إذا أسماء عندك سؤال حبيبتي أسماء. بصراحة هو أفدنا كتير، وأكمل السنة إن شاء الله، أكمل السنة كلها بإيجابياتها وسلبياتها، وإن شاء الله تكون كلها إيجابيات. وحب بس أقوله كل سنة هو طيب، ونشكره كتير جدا إن هو كان معانا وشرفنا بوجوده معانا. أكيد تحياتنا للأستاذ الكبير، أكيد اللي إحنا نتمنى ظهورك في 2015 أيضا من ضمن التنبؤات تكون معنا في راديو سهر في أحد البرامج، أكيد إن شاء الله. إن شاء الله أوعدكم بهذا الشيء. أنا أشكركم كثير كثير، وتحياتي إلى جميع راديو سهر الكادر بالكامل، وشكرا إلى وقتكم وتقديمكم الجميل، وأتمنى تكون سنة سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق لجميع المستمعين والمستمعات. أمين جميعا، أكيد كل عام أنت بخير، وكل أهل العراق الغالين على قلوبنا، أكيد شعبك الكريم، أكيد نتمنى لهم يا رب السنة هذه تكون سنة الهدوء والاستقرار، وأكيد لكل الدول العربية. نشكرك أستاذ سينما لكم، شكرا جدا لوجودك معنا. شكرا أكيد مستمعينا، ما زالت فقرات الحفل موجودة.